هذه قاعد تدني عمي كان هنا سري قاعد. هلا والله، مقطع جديد من لعبة سيلفر تشين السلاسل الفضية، الحلقة هذه الثانية. طلبتوني كثير اني اكمل ذي اللعبة، مع اني تمنيت والله ما يجيها تفاعل بكل امانة، والله العظيم تمنيت ما يجيها تفاعل. اوكي رجعوا. قاعد اناظر كذا خايف. اوكي الحين راح تجيني هي. يب she's coming. هذا باب ينفتح. اوكي كويس، ما يتسكر الباب. وين بهرب وين بهرب 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 بهرب. قسم بالله تربطت يا اخي، شعور الموسيقى، ترى الموسيقى هي اللي هذا، فهمت علي صح؟ هي اللي توصل لك الخوف يعني. نعم الحين ازبن الين تروح. شيء كويس ترى في اللعبه زي كذا، هذا شيء كويس فيها. كيف زي فيكتا كان فينا خزانه قدامي ازبن فيها صح؟ الا والله ما راح اقرا. وليد توقت وتحتاج شلون كذا شيء كذا صار شيء كذا صار بلمح البصر. يقول لك find I need to find the other part of the photo. I need to find other part of the photo. اوكي فوتو يا فوتو. سبتمبر عام 1900 وحطبه. لا اسحب اسحب خلاص اسحب. هنا في طلع زر. That's terrible. وش صار؟ طلع زر. ضغط انا ترى الزر. يعني هنا كان في صورة؟ كيف اعرف اذا انا اخذت صورة ولا لا؟ الا والله اخذت. يب اخذت. خليني اركب الصورة اجل. ممتاز جدا. طيب الحين احصل الصور كيف يعني؟ باي مكان احصلها؟ خوينا يدنك؟ يدنك بس ما اقدر ادنك اكثر من كذا. هنا ما يمديني اجي. هنا وهذه الصورة. تعالي. لازم تكون بهذا الاتجاه هنا. ها؟ اي والله هذه كويس. ممتاز ممتاز جدا. لغز بسيط جدا وسهل وظريف. وما في ذاك التعقيد يعني. اوكي. يمديني افتح هذا الباب الان؟ لا. طيب اجل ليش طلعتوني هنا؟ شو الفائدة؟ معي مفتاح، معي شيء انا. وشو ذي الماخذها؟ اوه هذه اللمبة، في لمبة كانت مكسورة في مكان، مو مكسورة خربانة. ابدلها معقولة؟ هذه صح؟ الا هذه. شغل. اوه ركبتها وفتحت باب سري، نايس. اوكي الموضوع بسيط جدا. يا اصوات غريبة، وشو ذا؟ هذا لغز اللمبة. 5 3 6. والدقيقة لا يا اهبل، ولع الكشاف. شو ذا المربط؟ يذكرني بسنتين بس الصراحة مو مخوفني. والله مو مخوفني ابدا صراحة. والله كنت متوقع اساسا يعني، كنت متوقع حتى بعد، متوقع اخيس من كذا، متوقع انه يطب علي ينقز علي زي اوتلاست. والله العظيم اللي كان قاعد على الكرسي. اوكي هذه الغرفه اللي كنت بجيها. يب من هنا من هنا. الله يستر ما تجيني الام، بس الام اعتقد تجي باوقات هي تعلمك عليها. She's coming. بس لو تلاحظون هذا المكان الحين تهدم، فالحين لو تجيني الام انا لازم اهرب بعيد مره. يقول لك يمين يسار يمين، خلينا نجرب شيء. يمين يسار يمين يمين. ايوه لا مو كذا. ايش فيني؟ ما فيني شيء سلامتك والله. بس العجله هذه اذا تضل ضغط دبليو تدور، تشيل يدك الدبليو توقف. فهل يقصد اني اعد الثواني؟ 1 2 3 4 5. الحين 1 2 3. طيب الحين 1 2 3 4 5 6. نايس. اوكي والله ما توقعت تضبط، لانه ترتيب الثواني يعني تعدها انت بالواقع تحسها صعبه. يقول لك مفتاح الدور الثاني الكريدور. اوكي ممتاز جدا. الكريدور اعتقد ما في الا هو. يب وصلنا للكريدور فعليا.
مديني انزل على الدور اللي تحت، بس انا ما ابغى انزل على الدور اللي تحت، ابغى اشيك اول شيء فوق. في اول شيء مكان نزبن فيه ولا كيف؟ قلت واحد من عيال في مزبن اهم شيء. اذا ما في ايوه خذ لك. كيف اغير في ذولي؟ ما يمديني اغير فيهن ترى. اوكي بحرف الاي ممتاز. اوكي خذ لك باب سري هنا، سجل باب سري. قصدي مفتاح، مفتاح ايش قاعد اقول انا؟ مفتاح قفل اللي هو ما يفتح ولا ابغى اشوف ايش في هنا. اوكي عرفت هذا وين. هذا كويس، هذا يوديني اختصار الدور الثاني. اوكي يا جماعه خير، شيكت على كل الغرف اللي هنا ما في اي شيء يذكر، ولا هذه الغرفه ما في اي شيء يذكر فيها. كل الغرف هنا بالدور ذا مقفله، في مكان اقدر ازبن فيه. واضح انه لازم انزل الدور الارضي، ما في شيء هنا ابدا في الدور ذا، ما في اي شيء ابدا. اللهم اختصار، باقي الابواب كلها ما فيها شيء. انا ما شيكت على الغرفه، الله يلعن ابليس، ما شيكت على الغرفه هذه انا. اخ جسمي عورني. وش ذا؟ في هنا قلاده بس حاطين جنبها شعار القلاده يقول لك يوز ان ذا مون. مون ايش؟ تقفل الباب نايس. يوز ان ذا مون ايش؟ معقوله يقصدون الدريشه؟ الباب تقفل يعني انحجرت هنا حرفيا. طيب كيف يمديني؟ اوكي طيب انا ما اسوي الحين باب سري، شو اسوي هنا؟ ماني فاهم. اوه صباح الخير، من الصبح ادري انه في باب سري هنا بس مو قاعد يخليني ادخل. ايش ذا الهبال؟ ترى داري في باب سري بس مو ماني قادر ادخل. حجر ويجا. اصبر يا اخوي، اصبر مستعجل. انا داري بيصير زي ذا دارك روكلت. She's coming واخر شيء ما ادري ايش اسوي. يلا توكل على الله. السلام عليكم. Please help me. ارجوك ساعدني. Who are you? Let me out of here. منو انت؟ خليني اخرج من هنا. اوكي. I'm your father. I can help you out. Just help us. I don't remember that I had a father. Okay. I don't believe you. بترجم نهاية الكلام أو لا بترجم الآن. يقول أنا أبوك أول شيء ساعدنا عشان أعلمك كيف تطلع من هنا. يقول أنا ما أذكر كان عندي أب، أبغى أطلع من هنا. قاعد يقول في لعنة في البيت، واللعنة هذه لها 12 سنة وحنا معلقين هنا، ما في أحد يمدي يساعدنا غيرك، فلازم تشيل اللعنة ذي عشان تقدر تساعدنا. قاعد الحين أنا وجهته سؤال، وينك أنت؟ بالقبو أكيد واضحة. قاعد يقول روحي ما تب مالك فيها، أنت مطلوب منك تدور الأدوات ذي وتكسر اللعنه. الحين قاعد اساله وين احصلها؟ ذا ماب، في خريطه. وين الخريطه؟ مو قاعد يتكلم عن خريطه ولا اي شيء، قاعد يقول لازم تحصل الخريطه. والخريطه انا ما ادري وين احصلها. اللي علي بيسوي اني اضغط حرف الار ذي، وهذه شكلها راح تعلمني اماكن. انا الحين حليت لغز هنا بس ما ادري يعني. الان حليت ثلاث الغاز. خلال بس ثلاث ثواني. انا قاعد تشير لي انه هذه قاعد تدلني على مكان هنا سري. قاعد وعلى اساس هذه تساعدني. ليش قلبت علي؟ كانت تقول لي هايد 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 شيز كومينج. يمكن المطور اللي يشفع لك في لعبتك ذي الموسيقى حقت القائمة ذي، والله انها رهيبة وتحس بأمان قسم بالله العظيم. الله يا الله يسامحك، الله يسامحك يا شيخ، وأنا قاعد أقول هذا مكان سري بوف. هلا والله. أوكي هنا وش فيه؟ والله احتريت قسم بالله العظيم. يا خوي أحس أي والله العظيم. لا في شيء ناقص؟ شو السالفة؟ أوه أحرك هذه
طيب باقي قطعة ناقصة، باقي قطعة ناقصة لازم أركبها أعتقد. ما أدري إذا لا إيه لا ما أدري بس نعم. خلينا نشغل المنظور الحساس ذا. أوه ذيك بعيدة، معليش ما منها أي فائدة. الحين المراية هذه أنا ما أدري إذا توريني أشياء. وليد ليش قاعد تجيب العيد كل شيء تضغط لهذا؟ أجيب العيد لأنه الكاتب الحلو المطور حاط لي الإف تفتح الكتاب والتي تشغل شو اسمه، ويلعبون ماوس كيبورد يعرفون إنه الإف دائما تشغل فيها كشاف، عشان كذا شوي لحس مخي أحيانا. الغرفة هذه يبغانا نجيب لها قطعة. نعم شغلنا الآن نروح على العلامة الزرقاء الثانية أو هذا الباب. لا مو عاجبني صوتك ترى. اي والله بس مجبور. واللي مو عاجبني اكثر الهدوء. على العموم انا رحت قبل شوي على الدور الثاني اكتشفت انه الدور الرابع هو اللي موجود فيه العلامه الاخيره اللي انا ابغاها. العلامه هذه الان اللي راح تشوفونها انا يميني يا يساري يميني، العلامه هذه هي اللي راح هنا صح العلامة؟ مشكلة صرت أخاف ما ودي إني لوين بعدين. طيب يا أخي ما قرب عليها تروح يسار، يوم أروح يمين تروح يمين. دقيقة لا يا أخي اطلع من هذه بس تكفى. شغل لي الكشاف. لا مو هذا الكشاف، كشاف هذا الباب. جيت أنا أول جيته ولا ما جيته؟ دي المنطقة هايت. اوكي ها اوه والله العظيم لا اراديا ترجع لورا عن الكرسي قسم بالله العظيم. صوتها كذا قلعي 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 تقفين. توني قبل شيء قاعد اذكرها قاعد اقول انه يا اخي هذه تجيك فجأة ولا لا؟ الحين مثلا لو ما في خزانه هنا شو اسوي؟ صدق والله يمديني اهرب عنها مثلا لو قاعد تلحقني. الحين اخذت انا الميداليه ذي ترى اللي هنا اللي عند الصوره عرفتوها اللي في الدور الثاني اللي عند الاب. الحين الحين اروح احطها ونقعد نتفلسف باللغز مع بعض. هذا اللي يعني اللي متاكد منه انا انه اللغز اعتقد بيكون بسيط وسهل. مو هنا كانت؟ لا مو هنا. وين؟ مو بالدور الأول. لا والله ما أدري. ها هذه تغيرت. دقيقة أوه هذه حقت الرسمة حقت الصورة قاعد أعدلها أنا. سهم لتحت سهم. أوكي الساعة 6 الساعة 5 الساعة 7 الساعة 12 الساعة 6 5 7 12 6 5 7 12 6 5 7 12 ستة خمسة سبعة اثنعش. ركبنا اياها. لا كيف ابغى اشوف. كنسل ما اقدر اشوف. ليش ما يقرب لي الصورة خوي؟ اي يستهبل صح. هي هذه كيف اعرف انها ستة ولا اوكي؟ لا كانت ستة معليش ستة خمسة سبعة. اوكي انحلت اوريدي. انا كنت اول حاطط شكلي بالعشوائية الطيبة. ستة خمسة سبعة 12 اصلا ما يحتاج حتى شو اسمه. وش اخذت؟ رجل دول ليج تشولد بي اتاتشد تو ذا دول. طيب وين هذه؟ انا شغل الكشاف حقنا. ما في شيء جديد. غريب والله ما في الان شيء جديد يعني. يا اهلا وسهلا. لا تقول لي الرجل اللي جمعتها رجل الدول. الدميه ذي والدميه ذي هي عباره عن اللعنه اللي موجوده في البيت. تخيل بس اختفى.
طيب وين اروح الحين؟ طيب انا ما اعرف وين اروح، انا ما ادري وين اروح. شكله لازم تستخدم ال هناك في علامة جديدة اذا ما خاب ظني في الدور ذا صح؟ لا مو في الدور ذا، الا في الدور ذا صح؟ دقيقة خنرق، لا واضح في الدور اللي فوق صح؟ الدور اللي فوق، الدور اللي فوق تلقي نفس علامتي حقت قبل شوي، ترى مسخرة اذا نفس علامتي. لا والله مو نفس علامتي، واحدة ثانية. فايدة هذي طيب؟ اسنان صح؟ كأنها اسنان. هذا الباب انا جيته اول صح؟ ليش كذا صار الباب هذا الحين؟ ليش المنطقة هذه صارت كذا؟ اول كانت الحلقة اللي والله ما عاد يا اخي الله راس صدع ما عاد اذكر، بس اخبرني جيت هذا المكان. قل لي هذا متى؟ ها ايش مطلوب مني هذا؟ ايش مطلوب مني اسوي؟ الله يلعن خيرك. She's coming. اخر شيء يا ملعونه انت تخوفيني. فهم طيب شو اسوي هنا يعني؟ انا اروح مع المتاهة امشي اضيع اصلا طريقي حلي صح؟ طريقي حلي الله عليك. سفت النار ذي ماني فاهم والله ماني فاهم. خليني اقرب على النار ذي اشوف شو يصير. ما ابغى ناظر. ما ابغى ناظر. تكفى. اوكي. ايش فيه؟ اي! الباب! ايش قاعد يصير؟ اوكي صبر الله ويتوب اليه. الحين ما عاد في علامات صح؟ والله العظيم اني ما شفته، اقسم بالله العظيم. يستهبل؟ خريقي نشف. المشكلة أبغى أوصل على سيف داتا. معقولة الحين يحطوا لي اللغز هذه تحت بالغرفة؟ معقولة نفسها أصلا الغرفة حقت الأب اللي كانت على الجدار هي نفسها الماب؟ ترى والله يمكن يا جماعة الخير، ترى كل شيء جايز والله حرفيا. ترى ما استهبل، أروح أشيك ماني خسران شيء. هذه ايش هذه؟ ماني فاهم. في علامة بديها بعد شوي، بعدين احط فيها اليد، بعدين احط الساعة واحدة بالضبط. طيب اوكي يا الله يا اخي تكفى عاد، ترى والله الجب سكر صار رخيص يا اخي، ما عاد له طعم يعني، كل شيء انك قارشني. عاد ابغى ناظر، خليها تجي الام تذبحني والله، خليها تجي تريحني من هالمعاناه يا اخي. والله يعني عاجبكم الوضع اللي قاعد يصير فيني؟ ما ابغى يا اخي الخياس حق دقيقه بلا يدي ما تخيرا مره، ترى قلبي اندبل، قال من دبل من التحكم التعبان حقه. هذا الشغل الطبيعي. هذه العلامة.
اوكي وبعد على مش كان مكتوب احط اليد فيها هنا كان هنا في قلبي يعورني والله قلبي يعورني something missing here الدمية زي ما توقعت there's something missing عندي الفك وعندي اليد و how to put a soul into the doll يقول لك كيف تحط روح داخل دمية تجيب نبتة وتجيب سكين تذبح الشخص واضح انك بدين تحط الدمية كذا في الوسط ومبروك عليك تيك تيك خذها معك there's something missing يبغى لك تجيب النصف الثاني يعني واضحة يا أخوي ما يحتاج لها ما يحتاج لها كل ذا التفكير يعني I tried to it's all that woman's fault she took my entire family away نعم صحيح كان في ساعة يتكلم عن ساعة وين الساعة دي خلنا نشغل البروجيكتر حقنا حلو شيء دف ايه دف 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 يا أخوي دف 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 لا تقول لي حفرة بلا I will not give it to you. هاي ورع روح استهبل وين راح؟ أو تعال الحين وقت المطاردة وقت المطاردة أجل روح يسار يلا وين بيوديني يعني؟ كاتش مي أب قال واضح إنه بيقطني مكان أوه تذكرون المنطقة دي جيناها ترى قبل شوي بس ما كان فيها أي شيء أبدا أوكي أوكي واضح إنك روح جيب لك شيء يتل هذا نعم العموم أنا شكلي بنهي المقطع هنا ليه سجل تقريبا قرابة الساعة بس ما راح تشوفون ساعة أكيد يعني بحاول تشوفون أقل حتى من نص ساعة يمكن 20-25 أقل بإذن الله تعالى اللعبة رهيبة صراحة اللعبة رهيبة أنا ما أدري ويني عنها صراحة مزج عليها بس لو يعني يخففون جمب سكير يعني أنا في ذا المقطع ترى حاولت أشد حيلي وما أخاف وبين قدامكم أني ماني خايف وأني هذا بس ما أدري إذا نجحت ولا فشلت أنتوا تقيمون ذا الشيء تحت في التعليقات إذا حابين أواصل على لعبة سيلفر تشين السلاسل الفضية رأيكم في التعليقات واللايك اللي يحفزني أني أواصل وأقدم الأفضل أدري أنا طفت الكام نعم المهم هذه نهاية المقطع الله يسعدكم جميعا في النهاية ما أقول غير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم